إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الآية وما يأتي من نظائرها دليل واضح أنه لا مفر من الفتنة ولا محيص منها، وأنها حكمة الله. ولكن مع ذلك يجب على العبد أن يفقه جوانب تبعده عن الفتنة التي قد قدرها الله سبحانه وتعالى في أرضه، فيجب أن يفقه المخارج منها والوقايات. أما الفتنة فكائنة لا محالة، وما خلق الله عز وجل الناس إلا ليختبرهم ويبلوهم، والفتنة هي الاختبار والابتلاء. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه حكمة الله من خلق الفتنة، أنه خلق العباد ليختبرهم. من يصلح العمل ممن لا يصلح العمل، ومن يثبت ممن ينحرف ويتقهقر وينقلب على عقبيه، ومن يؤمن ممن يكفر، ومن يجزع ممن يصبر. هذه حكمة الله في خلقه، وهذه حكمة الله في وجود الخير والشر، ووجود النفع والضر، ووجود الفتن على وجه الأرض. وبهذا يعلم أن الفتن لا بد من حصولها كما وعد الله وأخبر، ولكن أيضا يجب فقه اجتنابها وفقه الوقاية منها، من أضرارها ومساوئها على العبد.
فإن الله عز وجل قد ابتلى الأخيار، فالأخيار كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند ابن ماجه أنه سئل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البلوى والابتلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يبتلى المرء على قدر دينه. الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أي الأقوى إيمانا فالأقوى. فإن كان في دينه صلبا شدد عليه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، حتى يلقى المرء ربه وليس عليه خطيئة، أي يمحصه بتلك الابتلاءات، سواء كانت هذه الابتلاءات ظاهرة أو باطنة، فتن ظاهرة أو باطنة، فإنها لا بد منها. فمن وقاه الله عز وجل أضرارها وأخطارها فقد وقي، وقي الشر وخرج من الدنيا سالما معافى، ومن جرفته الفتن هلك، هلك. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ثم ذكر المخرج منها والوقاية من هذه الفتنة، وإن تصبر، وأمرهم بالصبر: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فإذا ابتليت بهم من أجل الصبر على طاعة الله والثبات على طاعة الله وملازمة التقوى. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف، فالخوف بلوى من الخوف، والجوع يبتلى بالجوع، يبتلى بالفقر، كل هذه بلوى، ونقص من الأموال والأنفس، موت الأقارب، موت الأحبة، وبشر الصابرين، أموال وأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. فعلم من هذا أن هذه البلوى حكمة الله فيها أن يعلم الصابرين من غير الصابرين، هل ستصبر أم ستجزع وتتسخط على الله عز وجل الذي خلقك لهذه البلوى. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فصار الناس صنفان: صنف صابر ذكره الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه وبشره بالرحمة وأكرمه سبحانه وتعالى، وصنف متسخط فابتلي وما نجح، وعند الامتحان وبالامتحان يكرم العبد أو يهان. فهذه الابتلاءات عباد الله مما تلاحظونه ولا يسلم منه أحد على البرية أبدا، إما في نفسه أو ولده أو أهله أو ماله أو دينه أو وقته أو جاهه أو منصبه أو أخلاقه أو دينه أو سعى شؤونه. لا بد أن يبتلى العبد، ولا بد أن يجاهد نفسه على التخلص مما يضره من هذه البلوى. وانظروا إلى أنبياء الله كيف ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، وكيف سلمهم الله عز وجل من أضرار تلك البلوى. فابتلى الله سبحانه وتعالى نوحا عليه الصلاة والسلام، ابتلاه بولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سأوي إلى جبل يصلني. وابتلاه بزوجته: فضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وهكذا ابتلاه بقومه، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى الله عز وجل ليلا نهارا وعلى سائر الأحوال. قال: إني دعوت قومي، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وهذه الحقبة كلها
ألف سنة إلا خمسين عاما في الدعوة، وما آمن معه إلا قليل كما قال الله سبحانه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه مالك بن نضلة قال إلى ما تدعو يا محمد؟ قال ليس إلا الله والرحم، أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا وعلمت أن الناس يكذبونني، فقيل إما أن تفعل وإما أن يفعل بك، إما أن تبلغ وإلا لم تبلغ رسالة الله، أي لا بد من ذلك. وفي الحديث الآخر يا محمد إني مبتليك ومبتلٍ بك. وابتلى الله سبحانه وتعالى صالحا عليه الصلاة والسلام بقومه من أجل نعمة ما صبروا عليها، ملوها ضاقوا من النعمة فعقروا النعمة، طلبوا من الله عز وجل سقيا ونعمة فأغدق الله عليهم بناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هذه الناقة تشرب الماء يوما وأنتم تشربونه يوما، وهم يدخرون في هذا اليوم ماء لليوم الآخر ويشربون في اليوم الآخر حليبا، ولكن ما طابت أنفسهم إلا بزوال هذه النعمة والملل فيها وعدم المحافظة عنها، وقد حذرهم نبيهم من ذلك، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، ذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، فعقروها وأرسلوا واحدا منهم منيعا في قومه فعقرها وكلهم عاقرون راضون. قال الله إذ انبعث أشقاها، يعني فعقروها فدمدم عليهم ربهم فسواها، فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فانبعث رجل منهم وعقرها وأزال تلك النعمة مللا وعدم حفاظا على هذه النعمة، فابتلوا بناقة والناقة في صالحهم، ولكن انظر البلوى. وهكذا هذه الحياة كلها بلوى، نبي الله أيوب ابتلي بالأمراض كما أخبر الله سبحانه وتعالى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. ونبي الله ذي النون ابتلي في البحر حتى ابتلعته الأسماك وبقي في بطن النون وهو السمى الحوت، وأخرجه الله بعد ذلك وهو من المسبحين. وسائر أنبياء الله يبتلون، حتى إن الله عز وجل قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ابتلاه بأوامر ونواهي أقامها ووفى بها، وإبراهيم الذي وفى. فابتلى الله عز وجل جميع أنبيائه كل على حسب ما هو فيه كما في الحديث الأمثل فالأمثل. هذه الأدلة تثبت حصول الفتنة والافتتان والابتلاء أنه لا مفر، وما دام الأمر كذلك فإن ذلك يحتاج إلى فقه المخارج من الفتن والوقايات منها، كيف تتخلص منها. الكفار جعلهم الله عز وجل بلوى على المسلمين، قال الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. الفتنة والزيغ عن الحق والميول عن الحق والرد إلى الباطل أهون من أن تموت أكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويحسدونهم حتى على أدنى شيء من أمور دينهم، ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدوكم على التأمين والسلام. قال الله عز وجل ما يود الذين كفروا من الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل. وقال ويدوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وكل هذا بسبب الافتتان، يفتن الله الناس بعضهم ببعض كما قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أي أتصبر على الحق أتثبت عليه حتى تبقى الله وهو راضي عنك، أم أن هذا يفتنك ويبعدك عن دينك أتصبرون وكان ربك بصيرا. ففتنة الناس يفتن بعضهم بعضا، بل قد يفتنك ولدك عن دينك وزوجتك كما قال الله إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم
وليس معناها أن تحذرها أن تخرجه من بيتك ولا كذلك أن تقاطعه له، ولكن احذر أن يجرفك عن طاعة الله فتميل إلى زوجتك حتى تفتن في الدين، أو تميل إلى ولدك وتطيعه في باطل، وحتى مالك أيضا يفتنك الله به. المال الذي أعطاك الله هذا فتنة لك وبلوى لك، هل تنجح أم تهلك؟ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وجعلنا، وقال الله سبحانه ولنبلونا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالشر فتنة عليك ربما بسبب الشر تجرف، والخير فتنة عليك ربما بسبب الخير تغتر وتعجب وتصير هلك بسبب ذلك. فكل ما أنت فيه حتى كل ما جعله الله على الأرض فتنة للناس. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هذه الزينة كلها للابتلاء. وقال عليه الصلاة والسلام إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، فمن أدى حق الله في المال وحافظ عليه ولم يسرف ولم يبذر وتعامل معه تعاملا شرعيا سلم من الفتنة، ومن حمله المال على الطغيان أو على منع ما أوجب الله عليه أو تصرف فيه في غير حق صار المال فتنة عليه وصار ضررا عليه، كما قال الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فمن أقام حق الله في أولاده وأزواجه وأهله حيث أنه وقاهم من عذاب الله بطاعة الله، كما قال الله قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سلم من الفتنة، من فتنة المال والولد، سلم من فتنة الأهل بإقامة طاعة الله فيهم. ومن لم يقم فيهم دين الله ومات وهو غاش لهم ومبعد لهم عن إقامة دين الله، وربما يذهب يصلي ويتركه نائما، وربما أيضا لا يعتني بتربيته ولا بإقامته في دينه ولا بإصلاح حاله فيما يقربه إلى الله ولا تفقيهه في دين الله، كان عليه يوم القيامة، كان ربما اختصم معه يوم القيامة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فالفتنة حاصلة لا مفر منها أبدا، ولكن يجب فقه المخارج منها والوقايات مما يتضرر به العبد فيها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي فتن فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتأتي الأخرى فيقول هذه. قال فمن أحب أن يلقى الله عز وجل غدا مؤمنا فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي يحافظ على طاعة الله فيها ينجو من الفتنة. اعلم أن كل ما آتاك الله في هذه الدنيا أنت مبتلى فيه من خير أو شر، فإما أن تتعامل معه بما أراد الله وأحب وشرع، وإما أن يكون فتنة لك من قبله تجرف عن دينك بسببه وتبعد عن دينك بسببه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خيرا خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر، أي هذا كله فتنة فتنك الله بذلك، فإذا اجتنب أسباب الكفر من السحر وغيره واجتنب ذلك وابتعد عن ذلك تسلم من وقاية هذا الشر. وهكذا تتوالى الأدلة في التحذير من الفتنة والحذر منها واجتناب أسبابها والوقايات منها والاستعاذة منها. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي نجنب عباده المؤمنين أسباب الهوى والغوى والفتن ما ظهر منها وما بطن، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه،
على كل نعمه وأياديه، والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسائر من يحبه ويواليه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، بعد معرفة أنه لا مفر من الفتن، إما بالمال، إما بالجاه، إما بالولد، إما بالزوجة، إما بدنيا، إما بضرر بضر أو سراء، سراء أو ضراء، إما بخير إما بشر، فأنت مبتلى مبتلى. يجب السعي في تفقه ما يجنبك ذلك، ولا يجنبك من هذه الفتنة إلا طاعة الله وامتثال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتفقه في الدين ومجالسة الصالحين. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالفتنة تأتي من الجهل ودعة الضلال والزيغ والانحراف والبعد عن رب العالمين والهلكة من البعد عن الله سبحانه وتعالى والجهل. وفي الصحيحين وفي البخاري عن النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة، أي كانوا راكبين في سفينة بعضهم في الدور الأعلى وبعضهم في الأسفل منها، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين إذا في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني بدلا أن نطلع وننزل نعملنا خرق من أسفل ونغرف من البحر من أسفل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فدل هذا على أن النجاة من الهلكة والفتنة بالتناصح وبالعلم وبالهدى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي أسرعوا، هذا هو المخرج، هذا هو عافيتك، أنك لا تنجرف مع الفتن، اقبل على العمل الصالح وأنت في خير وعافية، والله يفرج عنك. فتنا كقطع الليل يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، أو يصبح كافرا ويمشي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذه من شدة الفتن، أنه في الصباح مؤمن ولا يدري إلا وقد ما مضى سويعات إلى المساء إلا وقد انقلب كافرا. إيش السبب؟ الدنيا جرفته. لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، مذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، ويبيع دينه، يبيع دينه. وربما هذا لا يفهمه كثير من الناس، ولكن معنى يبيع دينه أي أنه ينحرف عن طاعة الله من أجل المال، يعطى مال فيتنازل عن دينه ولا يثبت عليه. وهكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالحفاظ على الدين، حتى ولو حصل الإنسان ما حصل، لما شكوا من المشركين وهو مستظل في ظل الكعبة، شكوا من أذى المشركين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان الرجل من قبلكم يؤتى بالمنشار فينشر ما دون لحمه وعظمه، يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يصده عن دينه، والله لو يتم أن هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، وإنما ذلك اثبتوا على دينكم ولا يتجرفكم يجرفكم أذى ما يحصل من أذى. ومن الناس قال كما قال الله سبحانه: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، لا سواء، وإن آذاك وإن حصل منه ضرر فإنك لا يجرف كذلك ولا يبعدك عن الحق، فالحق أحق أن يتبع. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنها ستكون فتن، وهي في الحال وإن كانت كثيرة ومتضاعفة من حين إلى آخر، لكنها دائمة ومستمرة تتزايد تارة وتتزايد في مكان دون آخر. قال: ستكون فتن القائم فيها القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرف لها تستشرفه أي تهلكه. فهذا الحديث دل على التجافي عن الفتن والاعتزال عنها بقدر المستطاع والإقبال على ما ينفع. وأعظم ما ينفعك هو أن تسلك طريق الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة. هذا وقاية عظيمة من الفتن، والملائكة تضع أجنحتها له كما في حديث صفوان بن عسال. وهذه وقاية عظيمة من الفتن، وأنك ما تفتن في دينك، تبقى في حصن حصين في دينك، ويبقى جلساؤك ملائكة الله كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فمن كان جليسه ملائكة الله فهو أمان، في أمان من فتنة الشيطان وفتنة جلساء السوء وفتنة الشر، في أمان من هذا كله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من الفتن، قال: تعوذوا بالله من الفتن. وهذا من أسباب ومن فقه الوقاية منها، أن تبقى داعيا لله عز وجل ليل نهار أن يجنبك الله فتن القلوب، فتن العين والبصر والسمع، فتن الجوارح، فتن الظاهرة والباطنة، فتن الجن والإنس، ولا يجنبك من ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب الحديث القدسي إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذه وقايات من الفتن، يجنبك الله يسددك ويدفع عنك الشرور حتى تكون لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وتخرج من هذه الدنيا سالما معافى، تلقى الله عز وجل هو راض عنك، وهو راض عنك، وتكون مآلك إلى الجنة، والجنة هي المأوى كما أخبر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية، نسأل الله الهدى والتقى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك أن نفتن في ديننا، اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين.